إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 14 من سورة آل عمران، فإلى التفسير. وقوله سبحانه للناس، قيل لمطلق الناس، لأن هذه الجبلة مركوزة في النفوس، وإنما يتدرج فيها الإنسان بحسب مراحل عمره. فبعض الأشياء يحبها الإنسان منذ نشأته الأولى، فحب المال وحب الخيل المسومة والأنعام والحرث إلى غير ذلك مما ينشأ في الإنسان منذ نشأته الأولى. فأول ما يعي وهو يحب هذه الأشياء. وأما حب النساء وحب البنين فهذه الفطرة تكون في الإنسان عندما يبلغ سن ذلك أو يقارب سن هذه المرحلة من العمر. وقيل بأن المراد بالناس هنا المكلفون دون غيرهم، فالأطفال لا يدخلون في ذلك. زجنا للناس حب الشهوات، ترون أن الله تبارك وتعالى لم يقل هنا زجنا للناس الشهوات أو زجنت للناس الشهوات، وإنما قال زجنا للناس حب الشهوات. فالحب نفسه زجن لهم، مع أن الحب هو استحسان الشيء عندما تتبين النفس محاسنه أو عندما تتخيل محاسنه ولو لم تكن فيه هذه المحاسن. فالحب وناشئ عن نفس الاستحسان، إذ هو ميل غريزي من قبل النفس مع ما تتصور أو إلى جانب ما تتصور حسنه، سواء كان هذا التصور حقيقيا أو كان وهميا. ولكن مع ذلك ذكر الله تبارك وتعالى بأن هذا الحب نفسه زين، الحب المضاف إلى الشهوات زين في هذه النفوس لأجل ترسيخ هذا المعنى في النفس، بحيث تتصور النفس عمق المغزى من هذا التعبير. إذ من المعلوم أن الإنسان قد يحب الشيء ولكنه يدرك أنه ضار له، ويتمنى أن لو كان يتخلص من حبه، ولكن بسبب استئساره لهذا الحب يسترسل فيه. والفخر الرازي يذكر مثلا لذلك أن المسلم يعلم أن معصية الله تبارك وتعالى مردية ومهلكة، ولكن مع ذلك قد يحب هذه المعصية ويحب أن لو كان متحررا من حبها. وضرب مثلا لذلك الإمام محمد عبده بحب الكثير من الناس الذين يدركون مضار التدخين للتدخين، فهم يدركون أن التدخين ضر بهم ومرد لصحتهم، ولكن لا يستطيعون أن يتخلصوا بسبب ضعف نفوسهم من هذه العادة، ويحبون أن لو كانوا غير متخلصين منها.
أما أن يكون الإنسان محبا للشيء ويزين له هذا الحب حتى يكون محبا له، بحيث يكون محبا لهذا الحب، بحيث يحب أن يسترسل في ذلك الحب ولا يحب أن يتخلص منه، ذلك هو أعمق الحب. فهو لا يشاء أن يتخلص من آثار هذا الحب. والشهوات هي جمع شهوة، والأصل في الشهوة ميل النفس إلى ما تتصور فيه اللذة والمنفعة، سواء كانت هذه اللذة أو هذه المنفعة حقيقية أو وهمية. الشهوة هي هذا التصور، أي هي هذا الميل. فالإنسان قد يشتهي ما لا لذة فيه ولا منفعة فيه، ولكن هنالك وهم، هذا الوهم هو الذي يجعله يتصور هذه اللذة أو هذه المنفعة. ومن ذلك شهوة شرب الخمر، فالذين أدمنوا على شرب الخمر هم بأنفسهم يخبرون عن ما يكابدونه في شرب هذه الخمر، ولكن هذه اللذة أو هذه المنفعة ما هي إلا أمر وهمي. وكذلك شهوة التدخين هي شهوة وهمية ليست شهوة حقيقية. والمراد بالشهوات التي هي جمع شهوة هنا المشتهيات، وعبر عنها بالشهوات من أجل المبالغة، فإن المراد بالتزيين تزيين المشتهيات في النفوس، بحيث تميل النفوس مع هذه المشتهيات ميلا جارفا ملحا. ونجد أن الحب أضيف هنا إلى الشهوات، زين للناس حب الشهوات، بني الفعل للمفعول ولم يذكر الفاعل كما ذكرنا من قبل، وأضيف اسم الفاعل الذي هو الحب إلى الشهوات. فما السر في هذا التعبير؟ العلامة ابن عاشور يذكر أن السر في هذا التعبير وإيثار هذا الأسلوب أن هذه الشهوات تحب حبا يمتلك هذه النفوس ويجعلها تتعامى حتى عن المضار التي تكتلفها والتي تحصل منها. فالأصل في الكلام زينت للناس الشهوات تزيين حب، فالتزيين هو مفعول مطلق، ولكن جيء بالحب فقدم وأضيف إلى الشهوات حتى يفيد هذا المعنى، ويكون في ذلك إيجاز لنحو زينت للناس الشهوات فأحبوها. هذه من جملة الوجوه التي أوثر من أجلها هذا التعبير على غيره. وبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذا التزيين تزيين الشهوات، أخذ يعدد هذه الشهوات أي المشتهيات التي تميل إليها النفوس هذا الميل الجارف، فقال من النساء
ذكر النساء أولا قبل كل شيء، لأن ميل النفوس إلى النساء ميل لا يعادله ميل، فشهوة النساء شهوة لا تعادلها شهوة، إذ حب الرجال للنساء يفوق كل حب، حتى أن الإنسان قد يتعامى عن كل مصالحه، سواء كانت هذه المصالح دينية أو دنيوية، وسواء كانت هذه المصالح حسية أو معنوية، عندما تمتلكه هذه الشهوة الجارية، فقد يخرج الإنسان من معقل أجزه ويتردى إلى دركات الهون، ويرضى أن يفقد ماله كله بسبب إيثار هذه الشهوة. وقد قيل بأن شهوة النساء هي فتنة من جانبين، من جانب أنها تؤدي إلى القطيعة، قطيعة الرحم والأهل، ومن جانب آخر أنها تؤدي إلى اكتساب المال من حله وحره. أما فتنة الأولاد فإنها تنحصر في كون الإنسان يتهالك في جمع المال من أجلهم، من حله وحرمه، من غير أن يبالي بحكم الله سبحانه، ولكن غالباً لا تؤدي فتنة الأولاد إلى قطيعة الرحم. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على خطورة شهوة النساء، فهو عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وجاء أيضا في خطابه صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فشهوة المرأة كما ذكرنا تؤدي إلى الكثير الكثير من المخاطر. يقول الإمام السالمي رحمه الله تعالى: كم من صريع للغواني قتلا، وكان بالنفس شحيحا أبخلا، تقوده شهوته فيطبع في امرأة وهو عليها يسرع. فهكذا شأن هذه الشهوة. ومن المعلوم أن جانب النساء أيضا لا يقل عن جانب الرجال من حيث الرغبة في الاتصال بين الجنسين. فلماذا ذكر تزيين شهوة النساء إلى الرجال ولم يذكر هنا تزيين شهوة الرجال إلى النساء؟ المفسرون قالوا بأن المرأة مهما كان من حب في نفسها للرجل، إلا أن هذا الحب لا يصل بالمرأة إلى ما يصل بالرجل حبه لها. فلو أخذ الإنسان يعدد النساء اللواتي أصبنا بفقدان المال وفقدان العز وفقدان العقل من أجل الرغبة في الرجال لوجدهن قليلا جدا، بينما الكثرة الكاثرة إنما هي في الرجال. فلو أخذ يعدد الرجال الذين أصيبوا بذلك لوجدهم من الكثرة بحيث يفوتون الحصر. وقالوا بأن المرأة إنما يؤثر عليها الإلف والإحسان من قبل الرجل،
بخلاف أمر الرجل. ثم إن القوامة للرجل، لما كانت القوامة للرجل على المرأة وينوء الرجل بكثير من التكاليف الاجتماعية، فإن تأثره بالمرأة إلى حد بعيد يوهن قواه النفسية وينعكس أثر ذلك على حالته الاجتماعية. وقالوا أيضا بأن من الأسباب، أسباب كون الرجل يتأثر بحب المرأة أكثر مما تتأثر المرأة بحب الرجل، أن داعية النسل في الرجل هي أقوى منها في المرأة. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا اللقاء الذي يكون بين الجنسين ثمرته الطيبة هي النسل، فهذه الرغبة، رغبة التلاقي بين الجنسين، إنما جعلها الله تبارك وتعالى من أجل استمرار الحياة عبر تعاقب النسل في محيطها. ثم مع هذا أيضا فترة الإخصاب في الرجل هي أطول من فترة الإخصاب في المرأة، ولذلك رغبة الرجل في الاتصال بالمرأة يطول مداها أكثر من رغبة المرأة في الاتصال بالرجل، فإن مدتها تكون أقصر، إذ المرأة بعد بلوغها سن اليأس تكون بخلاف حالتها فيما قبل. ومنهم من قال بأن ذكر النساء هنا لأجل التغليب، كما ذكر البنون من بعد دون البنات على طريقة الاحتباك أو ما يشبه الاحتباك. والذي أراه أن ميل المرأة إلى الرجل ميل جارف أيضا، وهو ليس ميلا شهوانيا فحسب، بل هو من ناحية ميل شهواني، ومن ناحية أخرى هو ميل إحساس بسبب ما تحسه المرأة من ضعفها وحاجتها إلى رجل يقوم بشؤونها. فإن القوامة إنما هي للرجال على النساء، والمرأة بحاجة إلى هذه القوامة. ولكن جعل الله تبارك وتعالى في طبيعة النساء الحياء، فالمرأة حيية، وبسبب هذه الطبيعة فيها تقاوم هذا الميل الغريزي الذي في نفسها وتتقوى عليه أكثر من قوة الرجل عليه. على أن عبارات القرآن الكريم جاءت مراعية هذا الجانب، جانب الحياء، ولذلك ذكر للرجال ما ذكر فيما يتمتعون به من نعيم الجنة، أنهم يتمتعون بالحور العين، سواء كان المراد بذلك النساء الصالحات أو كان المراد بذلك النساء اللواتي ينشأن هنالك، بينما سكت عن هذا الجانب في حق النساء. لما؟ في طبيعة المرأة من الحياة، فهي وإن شوقت إلى الجنة تدرك أنها تتمتع هنالك بأوفر نعيم وأكبر لذة، ولكن مع ذلك كله لم تشوق بهذا الأسلوب الذي شوق به الرجال إلى الجنة مراعاة لهذه الفطرة في النساء. ونحن نرى أنه مع المنادات الصارخة في هذا العصر
بالمساواة بين المرأة والرجل، وما حصل من انقلاب الموازين بسبب هذه المناداة وسوء التربية، وما تبع ذلك من انحسار الحياء، تبين من طبيعة المرأة وطبيعة حبها للرجل وميلها الجارف إليه ما لم يكن واضحا من قبل. فالمرأة اليوم ليست هي امرأة الأمس، والحياء الذي كان يخفي هذا الحب في أعماق النفس بحيث لا يبدو قط أصبح متلاشيا، وأصبح هذا الحاجز غير موجود، ولذلك حصل ما حصل من انجراف النساء وراء هذا الحب، ولو أدى بهن إلى الخروج من معاقل عزهن والارتماء أيضا في دركات الهون كما يفعل الحب بالرجال. فالتربية كان لها أثر في المحافظة على طبيعة المرأة بحيث لم تترد في دركات الهون بسبب الحب فيما سبق إلا قليلا، بخلاف وضع الرجال. التربية كان لها أثر في ذلك، على أنه من المعلوم إذا تحدثنا عن داعية النسل في الرجال والنساء نجد أن هنالك فارقا بين وجود هذه الداعية في الرجل ووجودها في المرأة. فالرجل لا ريب أن داعية النسل عنده أقوى، لأن المرأة تريد النسل لأجل نفسها، فالمرأة تحرص على أن تكون أما من أجل إشباع غريزتها والاستجابة لفطرتها، فحبها للولد إنما هو من خلال هذه الغريزة، إذ تشعر المرأة بما يشعر به الرجل أن مصيرهما إلى الضعف، وأن خير من يقوم بمراعاتهما في سن ضعفهما أولادهما، فإن احتمال الأولاد للآباء والأمهات يفوق احتمال بقية الأقربين، ومن لم يكن له ولد يرعاه في هذه المرحلة، مرحلة الضعف والوهن، لا ريب أنه يكون عالة على المجتمع، وتكون حالته متردية ويفقد العز ويفقد ما كان يتمتع به من مكانه. ولكن الرجل بجانب نظره إلى هذا الجانب واعتباره أن فتوة ابنه إنما هي امتداد لفتوته، الأمر عنده أكبر من ذلك، إذ ارتباط الرجل بمجتمعه أقوى من ارتباط المرأة، لما ينوء به الرجل من أثقال المسؤوليات المختلفة في هذا المجتمع، ولأن حرص الرجل على عشيرته وعلى قومه أكبر من حرص المرأة، فالرجل يريد الولد لنفسه ويريده لعشيرته ويريده لقومه، لأنه يحس أن الكثرة هي مصدر الأزة، وكما يقول الشاعر: وإنما الأزة للكاثر. وقد قيل بأن كل شيء
إذا كثر هان إلا الرجال، فإذا كثروا عزوا، وإذا قلوا هانوا وضعفوا. فهكذا إذا ينظر الرجل إلى هذا الجانب ويحرص على تقوية أسرته وتقوية مجتمعه وتقوية عشيرته وتقوية أمته وقومه بالأولاد الذين ينجبهم، فلذلك كانت هذه الطبيعة أي طبيعة حب النسل في الرجال أكثر منها في النساء، وإن كانت هي موجودة في الجميع كما ذكرنا، إلا أن داعيتها في المرأة نفسية وداعيتها في الرجل نفسية واجتماعية. على أنه من المعلوم بأن المرأة قد تكون مرتبطة برباط الزوجية برجل من غير عشيرتها ومن غير أسرتها ومن غير قومها أحيانا، فيكون من تلدهم من الأولاد إنما هم لصالح عشيرة غير عشيرتها ولصالح أسرة غير أسرتها ولصالح قوم غير قومها أحيانا، بخلاف الرجل إذ هو عصب الانتماء، فالولد ينتمي إليه وبسبب انتمائه إليه ينتمي إلى عشيرته وينتمي إلى أسرته وينتمي إلى قومه وينتمي إلى نفس ذلك النسب الذي ينحدر به. وقد يكون هنالك خلاف بين أسرتي الرجل والمرأة، وبطبيعة الحال الولد عادة لا ينفك عن أسرته ولا ينفك عن عشيرته، فعندما يكون خلاف بين عشيرته وعشيرة أخواله إنما يحرص على أن يؤز جانب عشيرته لا جانب عشيرة أخواله، هذا هو المألوف عادة. وقد يكون هنالك ما يخالف هذه العادة، ولكل قاعدة شواذ، فكل هذه المؤثرات كانت سببا لأن تكون داعية النسل في الرجل أقوى منها في المرأة، والمرأة كما ذكرنا هي التي تمنح الرجل بفضل الله تعالى النسل المبارك، فلذلك ذكر حب النساء، لأن الحب لا لأجل الشهوة وحدها، وإنما هو لأجل الشهوة ولأجل هذه الداعية التي ذكرناها. ونقتصر على هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحديث فيما تبقى من معاني الآية الكريمة والآيات كلها بعونه وفضله وتوفيقه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعي الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 14 من سورة آل عمران، سنتابعه في حلقتنا القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.